انتهى الجزء الرابع لما سون جي شافت بطلنا على حقيقته. بتبدأ حلقتنا بسون جي وهي بتجري بعد ما شافت بطلنا بالشكل ده. بعدها بتقعد تفكر وبتستنتج من الأحداث اللي حصلت إن بطلنا زومبي، وبتتأكد إن هو زومبي ومش بني آدم، بس بعدها بتقرر إن هي مش هتبلغ عنه ومش هتعمل حاجة تأذيه. بعد كده بتيجي أختها وبتطرد سون جي من البيت علشان تروح الشغل وتجيب فلوس. بعد كده سون جي بتلبس خوذة وتقريبا كانت لابسة الدولاب كله علشان تروح تقابل بطلنا وتجيب منه الفلوس. أول ما دخلت لبطلنا المكتب قالت له هو أنت زومبي؟ فبطلنا رد عليها وقال لها طب لو أنا زومبي هتعملي إيه؟ فبطلنا لقاها ساكتة فقال لها أنت خايفة؟ فسون جي قالت له لا أنا مش خايفة، بس هي كانت ميتة من الخوف. ولما بتتأكد إن بطلنا زومبي بتقعد تقول له إن كبدها مليان دهون وإن عجلها مليان زبالة، ده على أساس إن بطلنا يجرف منها وما ياكلهاش. بطلنا بيقطع كلامها وبيقول لها جيت ليه؟ أنا مش قلتلك ما تجيش؟ فسون جي قالت له أنا جيت عشان أخد الفلوس، فقال لها على فكرة أنا كنت هبعتها لك. بعد كده بطلنا بيجيب لها برطمان مليان فلوس وبيقول لها شغلك كده انتهى معايا وياريت تمشي. فسون جي بتشكره وبتاخد الفلوس علشان تمشي، وفجأة بتقع على الأرض وبتكون تعبانة وبتقول لبطلنا ما تاكلنيش وبتفقد الوعي. بعدها بتفوق سون جي وبنلاقيها بقت زومبي، وبعد كده بنعرف ان هي كانت بتتخيل، وبنعرف انها في المستشفى وعملت عملية الزايدة، والدكتور قال لها لولا الشخص اللي جابك هنا كان ممكن الزايدة تنفجر وتموتي، وقال لها ان الشخص اللي جابك هنا كان خايف عليكي وكان جايبك وهو بيجري. في الوقت ده بطلنا بيكون مبسوط جدا انه انقذ حياة شخص وان التصرف ده مستحيل يعمله زومبي. بعدها بنشوف الاتنين الهبل دول بيجيبوا فراخ نية علشان ياكلوها زي بطلنا. فالبياع سألهم انتوا بتاخدوا الفراخ النية دي ليه؟ فقالوا له احنا هناكلها نية زي المحقق كيم يونج. فالبياع بيقول لهم كيم يونج ده صديقي وهو منضم لمجموعة الدجون، يعني ما بيحلقوش دجنهم ابدا. وراهم صورة كيم يونج الحقيقي، واول ما شافوها استغربوا ان ملامحه مختلفة. بعدها بنشوف بطلنا بيدي الكلب للطفل وبيقول له ان هو هيسيب المكان ده ويمشي ومش هيرجع تاني. الولد بيقول لبطلنا ان هو بيحبه، بس بطلنا بيسيب الولد ويمشي. بعدها بنشوف سون جي بتكلم ابن اختها في التليفون وبتسأله عن بطلنا، فالولد بيقول لها ان هو هيمشي ومش هيرجع تاني. سون جي اول ما بتسمع كده بتزعل جدا وبتسيب المستشفى وهي تعبانة وبتروح مكتب بطلنا، بس بيكون مشي. وسون جي بتحاول انها ترن عليه بس بتكتشف ان هو سايب موبايله في المكتب. بعدها بنشوف بطلنا راكب اتوبيس وبنشوف ضابط دخل عليهم الاتوبيس علشان يفتشهم. بطلنا بيخاف وبيتوتر لان هو مش معاه اي حاجة تثبت شخصيته. اول ما الضابط جرب له طلب منه البطاقة، فبطلنا قال له ان هو مش معاه بطايق. وفجأة بنلاقي سون جي بتدخل الاتوبيس وبتكون عارفة الضابط لانه صاحب صديقها الضابط، وبتقول لهم ان بطلنا مديرها في الشغل وانه كان رايح يقابل عميل علشان كده نسي البطاقة. بعدها بنشوف بطلنا وسون جي قاعدين في مطعم الاحشاء، وصاحبة المطعم بتعاكس بطلنا علشان حليوة. وبعدها بتعرف ان بطلنا هو اللي كل الاحشاء النية يوم الافتتاح بتاع المطعم، وبطلنا بيكون ساكت خالص. بس بنلاقي سون جي بتدافع عن بطلنا وبتقول لصاحبة المطعم ان بطلنا كان بيشوف هل الاحشاء كانت طازة ولا فاسدة علشان هو محقق. فصاحبة المطعم بتقتنع بكلامها واعتذرت لبطلنا وكانت بتكرش عليه. فبطلنا بيقول لسون جي انت هتكملي معايا بعد ما عرفت حقيقتي؟ سون جي بتقوله لو كنت عايز تاكلني كان زمانك اكلتني من اول مرة، واعتذرت له على خوفها منه مبارح، واعتذرت له كمان لما قالت له ما تاكلنيش وقالت له انا ما كنتش اعرف انك عايز تنقذني. بطلنا بيهزر معاها وبيقول لها انا مرضيت شكلك علشان الزايدة بتاعتك بايظة زي ما سون جي كانت بتقوله انها مليانة امراض. وسون جي قالت له انت ليه مرضيتش تاكل الكلب وليه رجعته لابن اختي تاني؟ بطلنا قال لها ان الكلب صغير ومش هيشبعه، طبعا كان بيهزر. فسون جي بتبص له كده وبتقول له انت زومبي عندك ضمير علشان انت مش بترضى تاكل اي حاجة ليها اسم. وقالت له ان هو لطيف، شكل قصتنا هتنتهي بالجواز ولا ايه؟ هنشوف. بعدها بنشوف صاحبة المحل بتيجي تغمز لبطلنا وبتقول له حساب الاكل على المحل. صدقوني وانا بلخص الحلقة دي افتكرت كلام اشرف عبد الباقي لما قال وانت هتتحب امتى يا منايل. بلاش نندب حظنا ونكمل الحلقة. بنشوف بعدها بطلنا بيحكي اللي حصل معاه لسون جي بعد ما صحي من بين الزبالة، وده هنلاقيه في ملخص الجزء الاول، وحكى لها عن معاناته وتعبه نفسيا. سون جي بتقول له ان هي مش هتسيبه وانها مش هتبلغ عنه ولا هتعمل اي حاجة تأذيه ومش هتحكي لحد قصته، وقالت لبطلنا مفيش داعي انك تسيب البلد وتمشي، وقالت له كمان انها هتكمل معاه شغل، وقالت له ان هي بتشوفه بطل زي الابطال اللي بيجوا يحموا الناس وينقذوهم من الخطر، وقالت له انها هتدور معاه على ماضيه لحد ما يعرف هو مين وقصته ايه ومات ليه وعيلته فين.
وبعد كده سون جي بتسأله سؤال حلو، قالت له لو لقيت ماضيك ولقيت عيلتك هينفع ترجع إنسان تاني؟ بطلنا ما بيلاقيش إجابة للسؤال فبيسكت. بنشوف بعد كده سون جي بتدي فلوس لأختها علشان ما تطردهاش من البيت تاني، واختها بتكون فرحانة بالفلوس أكتر من فرحتها من إن اختها بقت كويسة بعد العملية. فعلا ونعم الإخوات. بنشوف بعدها سون جي هي اللي بتجيب الكريم والفراخ الناية لبطلنا، وبتكون مبسوطة إنها بتعمل كده، وبطلنا كمان بيكون مبسوط بسون جي ومبسوط بوجودها جنبه. بعدها بنشوف الأهبل ده بيقارن شكل بطلنا بشكل كيم يونج الحقيقي وبيقول إن في حاجة غلط. بعدها سون جي بتسأل بطلنا عن طعم الفراخ النية، فبيقول لها ان هو مش بيستطعم اي حاجة، المهم انه يأكل علشان ما يفقدش الوعي، لانه لما بيفقد الوعي بيفترس اي حاجة وما بيكونش قادر يسيطر على نفسه، ولما بيفوق ما بيكونش عارف هو عمل كده ازاي. فسون جي بتقول له وانا كمان لما بجوع بفقد اعصابي وباكل اي حاجة قدامي فخلي بالك. بطلنا بيضحك على كلامها. بعدها بنشوف سون جي وهي بتنظف المكتب وبطلنا بيساعدها، وسون جي بتلاحظ ان بطلنا نضيف جدا، فبتقول انت اكيد كنت نضيف ومنظم قبل ما تكون زومبي. بطلنا بيقول لها نظفي وانت ساكتة. بعدها بنشوف الاهبل ده لابس تيشيرت برشلونة وبيدي الكرة لبطلنا وبيقول له بصيهالي، فبطلنا بيشوطها، فتقريبا الكرة وصلت لمدحت شلبي في الاستوديو. بعدها الاهبل ده بيحط ايده على وش بطلنا علشان يعرف عينيه شبه كيم يونج الحقيقي ولا لا، فبطلنا بيضربه على ايده وبيسيبه يمشي. بنشوف بعدها قسم الشرطة ورئيس القسم بيقول لهم لازم نشكر المحقق كيم يونغ لأنه ساعدنا في القضية دي، وبيقول له للضابط صديق سون جي علشان يخلي صديقته تشكره. بعدها بنلاقي البنت دي اللي بتحب الضابط اللي بيحب سون جي، إيه الشغلانة دي؟ بتقول لهم إنها جابت معلومات عن كيم يونغ، والضابط بيشوفها وما بنعرفش شاف إيه، بس واضح إنها تحصل مشكلة. بعدها بنروح لبطلنا اللي قرر يفصل بدلة جديدة علشان يبقى حلو أكتر ما هو حلو. بعدها بنشوف صاحبة مطعم الأحشاء جايبة الكورة اللي شاطها بطلنا، وبنعرف إنها كسرت جزاز مطعمها، واللهبل ده بيقول لها إن صديقه هو اللي شاطها، فالبنت فرجعت الكورة، وبنشوف الولد ده وجع في حب صاحبة المطعم. بعدها بيظهر بطلنا وهو لابس البدلة ومتشيك، وبنلاقي كل الناس منبهرة بيه. بعدها بنشوف سون جي بتلعب ابن أختها بلاي ستيشن وبتخليه يقتل الزومبي، بس سون جي بتشوف إن الزومبي مش بالصورة الوحشية اللي السينما والألعاب بتوصلها لنا عنهم، وبدأت تدافع عن الزومبي قدام الأطفال فافتكروها اتجننت. بنرجع تاني لبطلنا اللي لسه بيفتح باب مكتبه ولقى الضابط صديق سون جي جوا المكتب، فبطلنا بيقول له انت مين ودخلت هنا ازاي؟ فالضابط قال له ان الباب كان مفتوح، وقال له ان هو بيشتغل ضابط، وطلع له الكارنيه وقال له انا جاي اشكرك بالنيابه عن كل زملائي وعن رئيسي في الشغل على مجهودك في القضيه. وفجأة الضابط ده بيقول لبطلنا هو انت فعلا كيم يونج الحقيقي؟ وبينتهي الجزء ده على كده. اعمل اشتراك علشان تسمع الجزء السادس، وما تنساش تفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار بالجزء الجديد.